أخبار اليوم. سافرت الى الاتحاد السوفيتي من 64 ل 69 حيث حصلت على الدكتوراه في الهندسه الانشائيه. وبعدين ترى لهم ان انا يعني اشتغلت بحث على مستوى متقدم فاستمر التعاون العلمي، كنت كل سنه بسافر اعمل ابحاث معاهم مشتركه. وبعدين الدوله كرمتني وسنه 98 بعتتني مستشار ثقافي في روسيا في سفارتها. في هذا الوقت اتعرفت وعملت صداقات مع مجموعه كبيره جدا من الجامعات ومراكز البحث، ورجعت محمل بافكار ان روسيا دوله فيها امكانيات علميه في مجالات كثيره تهم جدا مصر. ممكن مفيش قوه في العالم ممكن يعمل يعني يقف بين صداقة وتعاون بين روسيا ومصر، وأعتقد أنه كله لازم يبقى مبسوط بيتم هذا التعاون دلوقتي على مستوى عالي. المنح الفترة الجاية فندم؟ المنح دراسية السنة دي روسيا قدمت لمصر 110 منحة دراسية، لكن اوريدي احنا خدنا كل خلصنا كل الاجراءات وخدنا كل الاوراق من طلبه المصريين، لكن السنه اللي جايه ان شاء الله هنزود منح جامعة مصرية خاصة عملت، فدي اول منحة من التعليم العالي للجامعة المصرية تقديرا للعيد عشان الراحة ولجديد الناس اللي اشتغلوا. دكتور، على الجانب التعليمي والجانب الثقافي شفنا احنا دلوقتي الحفلة ومرور 10 سنوات على الجامعة، لكن على الجانب السياسي كيف ترى وضع العلاقة بين مصر وروسيا في الفترة الحالية؟ أنا يمكن نويت في الكلمة بتاعت السيد الوزير اللي أنا كنت ألقيها يعني إن العلاقة التاريخية بين مصر والاتحاد السوفيتي ممثلا في روسيا الاتحاديه النهارده دي علاقه ملهاش مسير خلال الستينات والسبعينات، وانا كنت احد الذين حاربوا في 73 وكان معايا وتعلمت وحققنا نصر بالسلاح الروسي وبالتكنولوجيا الروسيه.